قانونان وقاضيان لملف واحد. جريج ما يقوم به وزير العدل غير قانوني. سلوم حليب الأطفال غير كافٍ. إيران لن تسمح بتفتيش منشآتها النووية. أهلا بكم. علي يرث وعلي لا يرث، قانونان وقاضيان لملف واحد. قانون مائع لأهالي الضحايا لا يوصل إلى حكم، وقانون للمتهمين يخلي سبيلهم غب طلب حاميهم. قاض يوقف المتهمين وقاض آخر يخلي سبيلهم. إنه الزمن الذي تعرفونه وتنتظرون نهايته على جمر ما احترق من بلادكم ولا زال وما بدلتم تبديلا. هكذا أهالي الشهداء الذين اعتصموا أمام قصر العدل مطالبين بالعدالة. نائب رئيس الكتائب جورج جريج فند المخالفات القانونية في خطوة وزير العدل هنري خوري. مجدل نعيد والتفاصيل. الانعطاف الخطير والخطوة الأخيرة التي سلكها ملف التحقيق في جريمة تفجير المرفأ التي تشكل مخالفات قانونية جسيمة فندها نائب رئيس حزب الكتائب نقيب المحامين السابق جورج جريش في مؤتمر صحفي عقده في البيت المركزي في الصيف، معتبرا أنها تحول العدالة إلى مسخ برأسين. يستدعى وزير العدل وصدف أنه قاض سابق، ويستدعى مجلس القضاء الأعلى الذي يضم كبار القضاة لاختراع سابقة قضائية مختلفة تماماً عن القرار 921 على 2006 المتذرع به، تفضي إلى الإجهاز الكامل على التحقيق وتؤدي إلى حفظ الملف وتودي به إلى رفوف المجالس العدلية الفارغة، بالإضافة إلى أن تعيين القاضي البديل المجهول المعلوم هو بمثابة فزاعة للقاضي الأصيل، وإن تعيينه يشكل مخالفة صريحة للمواد 360 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على تعيين محقق عدلي واحد يتولى التحقيقات وإصدار المذكرات التي يتطلبها التحقيق، ما يجعل الإجراء بمثابة عديم الوجود. جريج اعتبر أن إجراء تعيين قاضي رديف بمثابة رصاصة الرحمة على صدر العدالة. إن وزير العدل هو وزير في حكومة تصريف أعمال مستقيلة، وبالتالي هو وزير مستقيل لا يحق له اتخاذ هكذا قرار، لأنه مولج فقط بتسيير الأعمال ولا يجوز له إنشاء مراكز قانونية جديدة سنداً لاجتهاد ثابت لمجلس شورى الدولة. إن تسريع التحقيقات والبت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين مطلب حق يراد به باطل، مطلب حق ونحن معه ونؤيده برفع الظلم عن الأبرياء الذين طالهم التوقيف والذين طال توقيفهم أيضا، إلا أن التفريع بالشكل الحاصل فيه يحول العدالة في هذه الجريمة إلى عدالة مسخ مهزلة برأسين، وكأن المطلوب ضرب القضاء من الداخل بعدما عجزت المراجعات السياسية بمخاصمة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن تحقيق أهدافها. جريج جدد المطالبة بإحالة الجريمة إلى القضاء الدولي. ندعو المجتمع المدني والمجتمع الدولي إلى ضبط الدولة اللبنانية ممثلة بوزير العدل وببعض القضاء بالجرم المشهود، واعتبار جريمة المرفأ
جريمة ضد الإنسانية والقضاء اللبناني قاصراً عن القيام بدوره، ما يحتم انعقاد اختصاص القضاء الدولي كما سبق وأشرنا في مؤتمرات سابقة مع رئيس الحزب، حماية لحقوق المتضررين الطبيعية في تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات في كل من تثبت مسؤوليته في جريمة تفجير المرفأ، ويبقى الرهان على بعض القضاء الحر القادر على قلب الطاولة وإعادة الكرامة إلى سلطة تحكم باسم الشعب اللبناني. 9 أشهر والعدالة معطلة، أما الجريمة فمستمرة. مجدلي نعيد، صوت لبنان. ويليام نون شقيق الشهيد جونون قال إن جهات سياسية وحزبية ومنها ثنائي الشيعي تعرقل التحقيق. أكيد في ناس، يعني في عندك أحزاب مثل ثنائي الشيعي حاطين ضغط كتير كبير على الملف، يعني عملوا المستحيل. نحن ولا مرة مسينا صوت توفيق صفا العدلية، ولا مسينا أحداث عن الرمانة إنه هيك كله صار ورا تحقيق المرفأ، ولا مرة نسينا التحقيق أو حكي السيد حسن كل مرة يطلع، يعني آخر شيء نسينا إسرائيل إنه هي العدو، صار العدو تبعوله تفجير 4L، هذا شيء ولا مرة نحن نسينا. فنحن بنيجي نتطلع ليش هالأشخاص عم يعملوا كل هالطرق يوقفوا التحقيق، ليش الضغط تبعت شو تكون في تحقيق هالقد مهم واقف، أكيد تحقيق في له عادي مش تحقيق فاضي. ونحن زيادة عن هيك كل مرة هن بيحكوا إنه تحقيق مسيس واستنتاج وهالتفاصيل، نحن كأهل فوج قدامنا بإخبار بيشمل كل حدا وصل له تفصيل صغير عن نفايات الأمونيوم، في أشخاص منهم هن نعرف انه اللي وصلهم شيء تفصيل، واكيد مش قادرين كانوا يعملوا شيء، بس حطينا اسمهم ودعينا عليهم، لا ولا حدا يقول انه هول الاهالي مسيفين او مشتغلوا كيف، نحن عم نحط كل حدا وصل له او كان بيعرف او كان ممكن يقدر يعمل شيء لموضوع 4L وما عمل. امام اي رئيس للجمهوريه يقبل وليد جنبلاط بان يبكل سترته امامه ويناديه فخامه الرئيس لاسيات في التقرير؟ هل يشذ وليد جنبلاط عن قاعدة والده الذي كان يرفض انتخاب أقرب المقربين إليه ولو نائب في كتلته كفؤاد الطحيني رئيسا للجمهورية كي لا يضطر إلى تبكيل الجاكيت أمامه ومخاطبته بلقب فخامة الرئيس؟ ولهذا السبب انتخب كمال جنبلاط سليمان فرنجي وليس الياس سركيس الموظف وابن أشباني القريبة، وبرر اختياره لمقربين منه المهم أن يكون بعيد، في إشارة إلى رئاسة جاره كميل شمعون ابن دير القمر. هل يشذ وليد جنبلاط عن هذه القاعدة ويتبنى ترشيح ابن منطقته فيصبح نائبا خاسرا رئيسا للجمهورية، وهل يتقاطع بذلك مع نبيه بري؟ يبدو وكأن الرئيس بري ما عنده مرشح، رئيس يوحد ولا يفرق، ينطبق على 90% من الشخصيات المسيحية المارونية اللي يمكن تترشح للرئاسة، يعني باستثناء جبران باسيل. فالآن حقيقة إما أن الرجل يستدرج عروض إذا صح التعبير، يعني فقط في تفاهم يعني ضمني بينه وبين وليد جنبلاط على أن يأتي رئيس غير استفزازي. نعم، لكن حسب علمي أنه رئيس الحزب الأدب والاشتراكي جنبلاط يعني عنده مرشح، حاول يزكيه حتى مع وفد حزب الله عندما التقى، هو المحامي والوزير السابق ناجي البستاني. مهما كان الاسم سواء ما اعتقده الصحافي إبراهيم بيرام أو سواه، إلا أن وليد جنبلاط يحاول إثبات موقع كتلة اللقاء الديمقراطي منذ اليوم الأول بعد الانتخابات وقبل الولاية الرئاسية الجديدة، ولهذا الغرض أقفل نسبيا العلاقة المفتوحة التي كانت مع القوات اللبنانية إبان الانتخابات، وفتح تدريجا العلاقة التي كانت مقفلة مع حزب الله في وقت أبقى على الجدار العازل مع التيار الوطني ولم يعر أهمية لقوى التغيير التي خرقته في غير مكان في الجبل وخارجه. بيضة القبان أول ما سيستخدمها جنبلاط في الانتخابات الرئاسية من خلال دخوله شريكا مع الرئيس بري الذي سبق ونصحه بإصلاح ذات البين مع حزب الله، وثاني الاستعمال سيكون حكوميا سواء من خلال دعمه حكومة تصريف الأعمال لتولي مهام رئيس الجمهورية في حال الشغور أو في أي حكومة جديدة، ولهذا كان تمتين العلاقة مع نجيب ميقاتي لدرجة يحكى عن حلف ثلاثي في العهد الجديد قوامه بري ميقاتي جنبلاط، وقد يكون سمير جعجع العضو الرابع
غير المعلن. نتابع النشرة وفيها بعض الفاصل. قنبلة أمام منزل حمية. أشار نقيب الصيادلة دكتور جو سلوم إلى أن حليب الأطفال متوفر بشكل ضئيل والكمية التي نتسلمها لا تكفي حاجات السوق، معتبرا أن تفاوت أسعاره من صيدلية إلى أخرى سببه تاريخ الشراء. وحول أدوية السرطان، بشرى جيدة من سلوم إلى اللبنانيين عبر صوت لبنان. اليوم في بشرى جيدة فينا نزفها للمواطنين بعد سلسلة المآسي. هي اليوم نظام تتبعي لأدوية السرطان بدأ العمل فيها بالمستشفيات ورح يستكمل العمل فيها في الصيدليات. بالتالي اليوم الدواء السرطان المدعوم بقى يستورد من الخارج إلى حين إعطائه للمريض، مرورا بالمستورد رح يكون في هنالك نظام تتبعي، وهذا الشيء بيأمن دواء السرطان وبيمنع التهريب وبيمنع تخزينه وبيمنع تزويره وبيمنع كل الأمور اللي كنا عم نشهدها في السابق. احنا اليوم ما فينا نقوله للمريض ما تروح تنبش عن دواك بالسوق السوداء إذا نحن منا موفرينه دواء، ولازم يكون في تتبع للأدوية مثل ما في تتبع لأدوية السرطان. الخطة راح ينعمل فيها قريبا تتبع لكافة الأدوية منعا للمستفيدين ومنعا للمخبئين أيا يكونوا وفي أي مكان. إلى بيروت يعود الوسيط الأمريكي أموس هوكستين غدا على ألا تتجاوز زيارته الساعات حسب ما أفادت معلومات صحفية. الهيئة الاقتصادية تطلق خطتها للتعافي والنهوض. مروان الأدوم والتفاصيل. بعيدا عن الدولة والحكومة ومجلس النواب، بعيدا عن البيروقراطية الإدارية، أطلقت الهيئة الاقتصادية اليوم من مقرها في غرفة تجارة وصناعة بيروت وجبل لبنان خطة التعافي والنهوض الخاصة بها بحضور عدد من الشخصيات الاقتصادية والمالية التجارية والصناعية. رئيس الهيئة الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اعتبر أن لا نهوض دون التعاون مع القطاع المصرفي الذي إذا دمر ذهبت معه الودائع. أي نهوض اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على سلامة القطاع المصرفي عبر توفير التمويل وتشجيع الاستثمار، لأن إفلاس القطاع المصرفي لا سمح الله سيكون بالتأكيد مقدمة لهلاك أموال المودعين. إن جل ما تريده الهيئات الاقتصادية وتعمل من أجله في خطة التعافي هو النهوض بالاقتصاد الوطني لإنهاض لبنان، وهنا الطريق معروف وهو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إقرار القوانين الإصلاحية، العودة إلى الأسواق المالية العالمية، إصلاح القطاع العام وإعادة هيكلته وتحفيزه، تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحفيز الاستثمار، استدامة الدين العام. شقير شرح مدى صعوبة سنوات الخطة على القطاعات والمواطن، مؤكدا أن النتائج ستكون مرضية في نهاية المطاف وأن 70% من الودائع ممكن أن تعود. هذا الطريق شاق وصعب ومؤلم، لكن النتائج على المدى الطويل ستكون مجدية للجميع. مما لا شك فيه أن الودائع تبقى هدفا أساسيا في خطة التعافي، ومن خلال المقاربات العلمية والمحاسبية التي ارتكزت عليها والآليات التي اعتمدتها يمكن أن يصل معدل استبدال الودائع إلى 74% على مدى سنوات خطة التعافي، حيث سيتم إعادة الودائع حتى 100,000 دولار كاملة لكل مودع. المؤتمر الصحفي شهد شرحا مطولا لنقاط خطة التعافي والنهوض من قبل المعنيين والأخصائيين الذين أعدوا أبوابها وبنودها على كافة الصعد والقطاعات. من غرفة التجارة والصناعة في بيروت، مروان الدوم، صوت لبنان. اجتماع بلدية صيدا لفعالياتها ونوابها ينجح في حل أزمة تراكم النفايات والجرافات باشرت رفعها من الشوارع اليوم. التفاصيل مع رئيف الملاح.
كارثة بيئية وصحية خطيرة تعيشها مدينة صيدا ومنطقتها جراء تراكم أطنان النفايات في الشوارع والأحياء وعلى الواجهة البحرية للمدينة منذ أكثر من أسبوعين، بعد تمنع الشركة المتعهدة رفع النفايات لعدم قبض مستحقاتها المالية من وزارة المالية وارتفاع سعر المحروقات. هذه الكارثة البيئية استدعت انعقاد سلسلة اجتماعات طارئة لفعاليات المدينة السياسية ولمبادرة صيدا تواجه في القصر البلدي في المدينة لإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء هذه المشكلة الخطيرة التي لم تشهدها المدينة بتاريخها. وعلمت صوت لبنان أن الشركة المتعهدة باشرت اليوم برفع النفايات من بعض الشوارع في صيدا كنتيجة للاجتماع والتوافق على آلية الحل. رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي كشف لصوت لبنان عن حلول وضعتها البلدية مع فعاليات مدينة صيدا لإيجاد الحلول المناسبة لحل هذه الأزمة. تعرفوا أزمة النفايات في صيدا واتحاد بلدية صيدا الزهراني سر العملية أكثر من 10 أيام، فبحثنا آلية لحلها ستعرض على المجلس البلدي اليوم وعلى مجلس الاتحاد غدا. المقاول تبع النفايات يعني له 21 مليار ليرة عند الدولة، منهم 15 مليار من سنتين، يعني ال 15 مليار اللي من سنتين كانوا 10 مليون دولار، هلا صاروا نص مليون. يعني كمان طلبنا انه نساعد المقاول بقبض مستحقاته، مش بس لما النفايات، كمان لمساعدة معمل معالجة النفايات كمان لهم سنتين مش قابضين مصاري. أحد أعضاء مبادرة صيدا تواجه المهندس بلال شعبان وصف عبر صوت لبنان أزمة النفايات بالكارثة الخطيرة. المدينة عم تشهد كارثة، هذه الكارثة عم تتمثل بوجود أطنان النفايات على الشوارع، هذه عم تشكل كارثة بيئية وصحية بنفس الوقت. ضمن مبادرة صيدا تواجه في عم يعمل اجتماعات طارئة هلا لنشوف كيف آلية حل هذه المشكلة، على امل انه مطلع الاسبوع القادم ان شاء الله يكون في عنا حلول بديله. وانما برجع باكد هيدي من اكثر الكوارث اللي عم تصيب المواطن الصيدلوي وجوار المدينه. أما رئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمدتو أكد لصوت لبنان أن أزمة النفايات تشكل خطراً على حياة المواطنين في صيدا وجوارها. عم نسعى مع كل الفعاليات، مع نواب المدينة، مع كل المسؤولين طبعاً، ومع بلدية صيدا بالتحديد مبادرة صيدا، إنه نلاقي الحلول المناسبة لحتى نتخلص من مشكلة النفايات. الناس كلها يعني ناطرة وبانتظار إنه تشوف شو اللي ممكن ينعمل بهذا الإطار، الكل حاضر لأنه يساعد، المجتمع المحلي جاهز لحتى يساعد، بس المهم إنه نلاقي الخطوات الإيجابية والناجحة لحتى نساهم بحل مشكلة النفايات. طبعاً إحدى المشاكل الأساسية والعمالة بتواجهها البلديات مع الجهات المتعاقدة معها هي عدم وجود الأموال اللازمة والضرورية واللي لازم الوزارات المختصة إنه تحولها للبلدية من أجل إنه تدفع مستحقات هذه الجهات اللي عادة بتقوم بنقل النفايات. المستحقات المالية لبلديات اتحاد صيدا الزهراني عالقة في وزارة المالية، والسؤال الذي يطرح أين هو دور وزارتي البيئة والداخلية لحل هذا الأمر وأعطاء البلديات مستحقاتها ورفع الظلم عن هذه المدينة ومنطقتها؟ من صيدا رئيف الملاح صوت لبنان. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة قبل ظهر 14 و15 من الجاري، كذلك مساء اليومين المذكورين وبعد ظهر الجمعة لدرس وأقرار مشروع الموازنة لعام 2022. انفجرت قنبلة مربوطة بأسلاك كهربائية في حديقة منزل وزير الأشغال علي حمية في طرية في البقاع، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات. جال مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر على عدد من المكتبات التي تبيع الكتب والقرطاسية في صيدا، لافتا إلى أن الكتب التي تأتي من الخارج ومسعرة باليورو تباع على سعر الصرف، ولكن الكتب المحلية لم نرى فيها أي التزام بالأسعار المحددة، مشيرا إلى أن كل المكتبات التي تم الاطلاع عليها كلها مخالفة والمواطن هو الذي يدفع الثمن، وتم تصدير محاضر ضبط داعيا القضاء للتحرك لردع المخالفين.
قدام وجع الناس هيدا خط أحمر. نحنا ما فينا نكون قاعدين عم ننقب أنفسنا على باب موسم دراسي شفنا المخالفات. كل المكتبات لفتنا لعندها تسطر فيها محاضر، يعني على القليلة كانت شي مكتبة تفشلنا خلقنا وما تكون مخالفة. المخالفات تعددي، بعض المخالفات بكتب من 3 سنين، وأنا بأكد هيدا الموضوع لأنه أولاً في سنتين كنا وقت فترة الكورونا كانوا الأولاد عم يدرسوا أونلاين والعديد من المطابع ما يعني بقيت ما كانت عم تطبع، فبالتالي كمان كان واضح أسعار ب 14,000 ب 15,000 على الكاس ب 220,000 وب 230,000. هيدا غش موصوف بكل ما للكلمة من معنى. نتابع النشرة وفيها بعض الفاصل. مساعدات أمريكية لأوكرانيا. أهلا بكم من جديد. لفتت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن تقرير الوكالة الدولية لم يأتي بجديد، وهو تكرار لإدعاءات سابقة لأغراض سياسية ولا أساس له من الصحة، وبالتالي فإن إيران لن تسمح بعمليات تفتيش إضافية من الوكالة. رفض وزير الدفاع الأمريكي التعدي على حدود الدول بالقوة، وأعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار، ولفت إلى أن ألمانيا وبولندا تقدمان باستمرار المساعدات العسكرية لكييف. والآن إلى صفحة رياضية مع رومان طنوس. بداية أخبارنا الرياضية بالدوري القطري لكرة القدم، حقق نادي المرخية الفوز على نادي الريان بنتيجة 2-1، كما وفاز نادي الدحيل على نادي قطر بنتيجة 3-0 على ملعب استاد عبدالله بن خليفة. وبلقاء تاني تعادل نادي الوكرة أمام الأهلي 2-2. ومننتقل للدوري الفرنسي بكرة القدم الليجوان، خسر نادي ليون أمام نادي لوريان بنتيجة 3-1. إلى ذلك وضمن دوري أبطال أوروبا، فاز نادي أجاكس أمستردام أمام رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 4-0. وبمباراة أخرى وضمن المجموعة الرابعة، خسر نادي إنترانت فرانكفورت الألماني بنتيجة 3-0 أمام سبورتينج لشبونة. أما ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، خسر الأسترالي نيك كيريوس أمام الروسي كارين خاتشانوف بالدور الربع نهائي بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بنتيجة 7-5 4-6 7-5 و6-7. وبإخبارنا أيضا، حل منتخب لبنان لكرة السلة بالمركز الثاني خلف منتخب أستراليا صاحب المركز الأول بتصنيف منتخب كرة السلة لقارة آسيا. وننتقل أخيرا إلى الأحوال الجوية. الجو اليوم صافي بأغلب الأحيان، درجة الحرارة القصوى 30، رياح شمالية غربية بسرعة بتتراوح من 10 ل 15 كيلومتر بالساعة، ونسبة الرطوبة 62%. بكرة بيستمر الجو على هذا النحو والحرارة بتسجل بين 27 و 31 درجة. بداية الويكاند السبت رح تكون صافية بأغلب الأحيان، والحرارة رح تتراوح بين 31 أقصاها و 26 درجة أدناها. الأحد والتنين بتنخفض الحرارة شوي وبتسجل بين 25 و30 درجة. النشرة انتهت. تابعونا عبر موقعنا vdl.me ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.